هاي البطولة بطولة اللياقة البدنية هي تقوية جسدية لهدول الأطفال والشباب. طبعا شفنا في قلب البطولة والحركات اللي عيطينهم إياها أرقام حققوها أكبر من أعمارهم، يعني فاجأونا بهذا الشيء اللي قدموه. طبعا الهدف من هاي البطولة هي تقوية جسدية للبطولات القادمة للباركور والجمباز يلي عم يتدربوها في قلب هذا النادي. عدد الأشبال اللي شاركوا ما يقارب 16-17 لاعب، والشباب تقريبا 15 لاعب. كانت الأجواء تنافسية وصار في تحديات بيناتهم وحماس بين بعضهم لتحقيق المراكز الأولى الثلاثة، والجمهور ساعدهم بالتشجيع لرفع الحماس ورفع المعنويات والمستويات للاعبين المشاركين في بطولة اللياقة البدنية. أنا اسمي هادي سواس من محافظة حلب. اليوم شاركت في بطولة أحرزت على المركز الأول. كانت هاي المنافسة كتير صعبة، أخذت الكأس وميدالية ذهبية. حلي أطلع برات حلب وأعمل بطولات عالمية.